في البقاع جهود محلية للتخفيف من وطأة النزوح. نشاط توجيهي ترفيهي لـ200 طفل نازح. هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، هي حقوق الطفل المتساوية وغير القابلة للتصرف، وبها يتبلور أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم. من خلال عملها مع الأطفال السوريين النازحين، نظمت الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم نشاطاً لهؤلاء الأطفال شمل 200 طفل في مركز سنبل التعليمي، وذلك بهدف تعزيز مفاهيم وقيم حقوق الإنسان من خلال ألعاب تفاعلية تساعدهم في اكتشاف هذه الحقوق والمطالبة بها، وتعليمهم على اكتساب عادات صحية سليمة تتعلق بالنظافة الشخصية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون فيها. نقص أظافيرنا، وإنه بعد ما نتحمم ننشف حالنا، كيف منحافظ على جسمنا، وتعلمنا الأمان، كيف منحس بالأمان وين وأي مكان. حملة ليوم واحد سعت أيضا إلى توعية الأطفال النازحين على سبل حماية أنفسهم من العنف والاستغلال وحمايتهم من النزاعات المسلحة، فهم الاستثمار البشري والثقافي والحضري الذي يتفوق في مردوده على كل الاستثمارات.